موضوعنا اليوم إن شاء الله عن ضغوط العمل وكيفية التعامل معها. الموضوع اليوم عن ضغوط العمل وكيفية التعامل معها. خلاص بالأسماء على سلوك العمل وقيمه. اليوم نبدأ في ضغوط العمل وكيفية التعامل مع هذه الضغوط. ماذا يتوقع من الطالب أن يفهم ناخذ بهذا الموضوع؟ يتوقع من الطالب أن يتعرف على الآثار السلبية لضغوط العمل. ماذا ينتج من آثار سلبية لما يكون واحد عنده عمل وضغوط عمله؟ ما هي الآثار السلبية ذلك الضغط؟ وشيء ثاني يتوقع من الطالب أنه يبين كيف يمكن توظيف ضغوط العمل لتحقيق نجاح وظيفي. كيف أنه يكون عندنا ضغط العمل ممكن أن يعمل لنا صالح أو تحقيق نجاح للوظيفة اللي احنا فيها. والهدف الثالث أنه يوضح أو الطالب يتوقع أنه يوضح أهم إرشادات التعامل مع ضغوط العمل بإيجابية. والنقطة هنا أنه يوضح أهم إرشادات التعامل مع ضغوط العمل بإيجابية. نأخذ ضغوط العمل الإرشادات اللي ممكن نتبعها عشان نحقق إيجابية نتيجة ضغط العمل. أنا بقول ضغوط عملي يجب أن أكون عندي إجراءات إرشادية أتبعها مشان حتى يكون عندي إيجابية ضغط العمل ليس أعطيه النتيجة سلبية. في هذا الموضوع اليوم عندنا المفاهيم الرئيسية، نعرف ما المطلوب بالعمل الإيجابي والسلوك الوظيفي. هذا الحكي بتوضحنا في خارطة لضغوط العمل. ضغوط العمل عندنا مفهومين تنقسم إلى سلبية وإيجابية. إذا ضغوط العمل قد تكون ضغوط تأثر الناحية السلبية وقد تكون إيجابية. إذا ضغوط العمل تنقسم إلى سلبية وإيجابية. نقد الضغط الأول، الضغط السلبي. الضغط السلبي بيزيد في ضغط العمل بسلبيتها انه القلق والاضطراب. اذا بكون عندي نتيجه سلبيه في ضغط العمل بيزيد القلق والاضطراب اللي انا في عملي. هاي اللي بنسميها ضغط عمل سلبي، انه ضغط العمل بيزيد عندي القلق بيزيد عندي الاضطراب. هذا الكلام القلق والاضطراب يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى انخفاض الاداء. شيء طبيعي، أنا ما أكون مضطرب، ما أكون قلق في أي مجال في حياتي بده يكون نتيجته سلبية عندي، بالتالي بده يؤدي إلى انخفاض الأداء اللي أنا بقوم فيه، سواء كنت موظف حكومي أو موظف مؤسسة خاصة أو حتى في البيت أو حتى في الشارع أو حتى عملي مع الناس في السوق في السيارة وأنا ماشي في الشارع في أي مكان في العمل في أي مكان في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان عنده نوع من القلق والاضطراب هذا كلام قطعاً سيؤدي إلى انخفاض الأداء، مش هيعطي الأداء المطلوب. انخفاض الأداء بيأشر لإيش؟ إذا أنا ضغط عمل سلبي بزيد فيها القلق والاضطراب، القلق والاضطراب بيؤدي إلى انخفاض الأداء، هذا كلام مؤشر إلى ترك الوظيفة. بينخفض أدائي، بيضطر مدير المؤسسة أو مدير الشركة إنه ينهي أعمالي، إذا بتبدأ أدي ترك الوظيفة، حتى ممكن بدون ما هو مدير مؤسسة أو مدير شركة. الهيئة الحكومية اللي أنا بشتغل فيها إنهم ما طردونيش، أنا نفسي بكون مش راضي عن نفسي لأنه الأداء عندي انخفض، فبالتالي إن بدأت الوظيفة إما ذاتية أو من صاحب العمل أو المؤسسة أو الوزارة اللي أنا بشتغل فيها. هاي الناحية السلبية وما ينتج عنه من ضغط العمل. الجانب الثاني إيجابي، قد يكون ضغط العمل لا إيجابي وليس سلبي. إيجابي، الإيجابية في ضغط العمل تؤدي إلى الرد الذاتي، الرضا الذاتي، أكون راضي عن نفسي. لما أكون أنا راضي عن نفسي أنا المسؤول عني ورئيسي راضي عني تؤدي إلى الرضا الذاتي، وبالتالي الرضا الذاتي تؤدي إلى الرضا الذاتي، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الأداء، ويخليني إني أنتج وأكون وظيفتي على أكمل وجه. هذا من ناحية ضغط العمل المفاهيم تبعاته. لأن السلبية والإيجابية، السلبية تؤدي إلى ترك الوظيفة والإيجابية تؤدي إلى ارتفاع الأداء. في عندي هنا أسئلة تتعلق بالموضوع. هل تشعر الموظفين إذا يكون في أعمالهم؟ أنت على بناء على معرفتك أو اطلاعك، هل تشعر أن الموظفين يتضايقون في أعمالهم؟ السؤال الثاني، هل تتوقع أنهم يشعرون بشيء ما قادم لك بوظائفهم؟ هذا كان العمل عندنا ضغط، العمل في ضغط. هل تشعر الموظفين يتضايقون في أعمالهم؟ هل تتوقع أنهم يشعرون بشيء ما قادم متعلق بوظائفهم؟
هل تتوقع أن الموظفين في العمل يتجنبون الحديث فيما بينهم كلها بسبب ضغط العمل؟ إذن هاي ثلاث أسئلة متسألها، جاوبوا عليها، تعرفوا عليها، تبحثوا عنها أنتم بناء على ضغط العمل الشخص فيه. ثلاث أسئلة هذولا حاولوا أنكم تعرفوا عليهم وجاوبوهم، وإن شاء الله نناقش معكم الثلاث أسئلة هذولا بشكل جماعي عصب ذهني، نتناقش مع بعضنا البعض في الحصة القادمة إن شاء الله، ونراكم إن شاء الله في الحصة. السلام عليكم.